مساء الخير، مساء الجمال على كل اللي بيشوفونا النهاردة. يوم جديد وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. عارفين ان الصحة هي ثروة الانسان العاقل، علشان كده دايما في برنامجنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نقدم لكم اهم النصايح والمعلومات الطبية، سواء من خلال اخبارنا او استضافة لنخبة كبيرة من الاسماء القوية، وده علشان نحقق الهدف الاول للبرنامج وانكم اكيد تعيشوا بصحة كويسة. خلينا نبتدي خبر النهاردة بيقول ان الصحة بتقدم نصايح هامة لمرضى الضغط المرتفع. ده كان من ضمن مبادرة رئيس الجمهورية في متابعة الأمراض المزمنة، وكانت يمكن من أول النصايح دي ان احنا نبتعد تماما عن اللحوم المصنعة والمجمدة. كمان في نصيحة تانية، الروتين الغذائي الصحي مهم جدا، فبالتالي مرضى الضغط المرتفع أكيد لازم يمتنعوا عن الموالح زي الرنجة والسردين والمخللات. كمان نصحت بالأغذية اللي بتحتوي على فيتامين سي وفيتامين إيه، وكل المعلومات أكيد دي هنعرف كمان صحتها وهنعرف معلومات أكتر. معانا على التليفون دكتور محمد الببلي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب. أهلا بك يا دكتور. أهلا أستاذ إيناس، مساء النور. دكتور، مبدئيا احنا يمكن ناس كتيرة جدا عندها مشكلة الضغط المرتفع، حابين نعرف اكتر اللايف ستايل اللي دايما لازم يمشي عليه مرضى الضغط المرتفع. الحقيقة انا بحييك على البرنامج، برنامج مهم جدا، واحنا طبعا بنهتم بصحة وقلوب المصريين، ونتمنى يكونوا دايما في اتم صحة واحسن حال. الحقيقه مرض الضغط من الامراض اللي هي مزمنه، اللي دايما بيهمنا اكتر هو الدرو باكس او على المدى البعيد بيعمل تضخم في عضله القلب وبيعمل مشاكل ومضاعفات على كل اجهزه الجسم زي الكلى وعلى الدوره الدمويه والاوعيه الدمويه. لذلك احنا انضباط الضغط والانتظام على ان انا ضغطي يبقى كويس طول الوقت، ده الهدف بتاعنا كدكاتره قلب بنتابع مرضانا الكرام. الحقيقه عشان اللايف ستايل بتاع مريض الضغط لابد ان هو يشتمل على حاجات كتير، اهمها الابتعاد عن الملح والاملاح والموالح، لان كل الاملاح لما بتدخل الجسم بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وبتزود احتياج ومحتوى الجسم من الميه، وده بيساعد على ارتفاع ضغط الدم. فالحقيقه من اهم النصائح اللي مريض الضغط لازم ينتظم عليها وياخد باله منها كويس هو الابتعاد عن الملح وعن الاملاح وعن الموالح وعن مستوى الملح في الاكل بتاعه. النقطه الثانيه الابتعاد عن الكوليسترول والدهنيات. الكوليسترول والدهنيات في الدم ومستوى الكوليسترول من الحاجات اللي بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وتؤدي الى عدم انضباط ضغط الدم طول الوقت وتؤدي الى قصور في شرايين القلب. فلا بد ان احنا ناكل اكل صحي مثالي بعيدا عن الدهنيات وعن الكوليسترول وعن الدهنيات المشبعه. زي ايه يا دكتور من ضمن الاشياء الاخرى اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كمريض ضغط؟ ممارسه رياضه المشي. المشي من الحاجات المهمه جدا، وممارسه الرياضه ده بيساعدنا على حرق الكوليسترول، على ضبط ضغط الدم، على انضباط ضربات القلب. فممارسه المشي من ضمن الاشياء المهمه جدا لمريض الضغط. وده كل ده يا مدام ايناس في اطار ما نسميه باللايف ستايل موديفيكيشن لمريض الضغط. مريض الضغط لابد ان هو اللايف ستايل بتاعه ياخد باله من الملح، من الكوليسترول، من الدهنيات، من ممارسه المشي. اللايف ستايل موديفيكيشن ده من ضمن اول ما بنشخص المريض كمريض ضغط، الاول بنتفق معاه على لايف ستايل هيمشي عليه اللي احنا بنتكلم فيه ده. نتائج اللايف ستايل موديفيكيشن ده خلال 6 أسابيع لشهرين بتكون مبهره جدا للناس اللي بتلتزم بالرولز والقواعد اللي احنا بنقول له عليها. من ضمن الاشياء الاخرى اللي احنا لازم ننتظم عليها للحصول على ضغط دم كويس ومنخفض وانضباط ضغط الدم البعد عن الاسترس والانفعالات. الصحه النفسيه مهمه جدا كمان. الصحه النفسيه مهمه جدا لمريض القلب عموما ومريض الضغط خصوصا، لان تعرض لاسترس شديد ده بيؤدي الى فازو كونستريكشن او انقباض في الاوعيه الدمويه، وده بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم
وعدم انضباط الضغط، ووصلنا لمضاعفات ضغط الدم. فالبعد عن الاسترس فالبعد تماما. والانفعال ده شيء مهم جدا. أكيد يا دكتور، بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا. دكتور محمد الببلي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب. وبكده تكون خلصت فقرتنا دلوقتي، ولكن فقراتنا كتيرة، استنونا دايما. مع صحتك بالدنيا. اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من صحتك بالدنيا. مشاكل عيون الاطفال بتاخد دايما اهتمام كبير وتساؤلات مختلفه من الامهات من اول ما الطفل يتولد. فنلاقي في الاول الطفل بيتولد وعينيه بتفضل باصه في اتجاه واحد. امهات كتير بتقول ان ده طبيعي، وامهات تانية بتقول مش طبيعي ولازم عينيه تبدا تتحرك. ولما عينيه تبدا تتحرك بيبدا بقى الجزء الثاني من الاسئله، وهي هل شكل عينيه كده طبيعي ولا في عين مختلفه عن الثانيه؟ هل ممكن يكون بيعاني من الحول ولا ده الطبيعي في الشهور الاولى؟ طب ازاي يعرف انه بيعاني من الحول وازاي هيتم علاجه في السن ده؟ اسئله كتير، وللاسف مش كل الاجابات المنتشره بينا بتكون صح. عشان كده النهارده هنتكلم اكتر عن الحول عند الاطفال وعن تشخيصه وعلاجه واشهر المعتقدات الغلط اللي ممكن تكون سبب في زيادة المشكلة. بس في البداية خلوني أرحب بالاسم المميز في مجال طب العيون، أستاذة دكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحة العين. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. دكتور نرمين، في البداية خلينا نتكلم عن المفهوم الطبي للحول. طبعا هو تعريف الحول علميا إن احنا عندنا عينين مش باصين في نفس الاتجاه، مش متوازيتين، مش ماشيين مع بعض طول الوقت بدرجة متوازية، وبالتالي بتبقى عين بصة في اتجاه معين والعين البصة التانية بصة في اتجاه آخر. وهو ده التعريف البسيط للحول. طيب دكتور، يمكن أنا قلت في الانترو مجموعة من المعلومات فيها الصح وفيها الغلط، بس هي المنتشرة في المجتمع عندنا. هل طبيعي أن الطفل أول ما يتولد تكون عينيه الاتنين يعني يمكن مش متوازيين أو مش باصين في نفس السكة؟ لأن في أمهات بتقولك ده الطبيعي عند الولادة. هو عامة شكل العين عند الولادة مش مقياس لرؤية العين، لأن الطفل ما بيتولدش بيشوف زي ما احنا بنشوف كده عادي. في مجموعة، في تدرج في قدرات العين على الرؤية من الولادة لغاية السنة الأولى والسنة الثانية من العمر، وبالتالي الحكم على رؤية الطفل من ساعة ما بيتولد والحكم على درجة تحرك العين ما بتبقاش، خصوصا لو اتعملت من الأم أو من حد غير متخصص، ما تبقاش حاجة مظبوطة قوي. اللي احنا بننصح بيه أن الطفل لما يتولد الطبيعي، وده اللي بيحصل طبيعي دلوقتي، المفروض أن الطفل أول ما بيتولد بيتعمل فحص للعين، علشان لو في حاجة غير طبيعية بصورة حقيقية يتم الكشف المبكر عنها. وده زيه زي أي مرض تاني، الكشف المبكر عنه بيجنبنا مشاكل كتيرة قوي في المستقبل. طيب الأعراض اللي ممكن الأمهات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي خلوا بالهم منهم، يعني خلينا نكون يا دكتور واقعيين، مش كل الناس عندها الوقت أو الظروف أو الإمكانيات إن هي تعمل كشف دوري وتنتقل بالطفل على طول للدكتور عشان تطمن عليه. إمتى بقى أو إيه هي الحاجات اللي تخلي الأم تقول أنا دلوقتي لازم أتحرك على الدكتور لأن احتمال يكون ده حول؟ هو مبدئياً فكرة الكشف الدوري دي فكرة أساسية جداً في أمراض العيون، يعني إن الطفل يتفحص عند الولادة وبعد كده يتفحص إن شاء الله كل سنة. ما أعتقدش إن ده هيبقى مرهق قوي للدرجة، لأنه بيجنبنا مشاكل كتيرة جدا، لأن العين مش هي بس الجزء الظاهر اللي قدامنا، العين مجموعة من الطبقات. ممكن إن الأم تبقى شايفة اللي قدامها الدنيا سليمة جدا، وده الجزء اللي احنا بنشوفه ده بكتير قوي القرنية والقزحية، في وراه طبقات، في عدسة العين، في السائل الزجاجي، في الشبكية. احنا ما نضمنش إن كل ده يبقى سليم للدرجة اللي تخلي الأم مجرد ما بتحكم بشكل العين تقول لا خلاص أنا ابني سليم. وبالتالي احنا برضو بننصح بالفحص الدوري مع احترامي لوقتها او قدرتها،
ولو كل سنة في الفترة الأولى، لكن لو الأم لاحظت إن في مشاكل معينة زي انحراف زيادة في العين. إحنا شايفين حضرتك صورة هنا فيها تقريبا هو ده الانحراف الزيادة اللي في العين، مظبوط؟ آه طبعا، يعني لما أم تلاقي إن طفل بالمنظر ده عنده انحراف في العين، إن في عين بتبقى باصة في اتجاه والعين التانية باصة في اتجاه آخر، ما ينفعش إن إحنا نسيب الحالة بالمنظر ده. في ناس بتقول لا ما هي هتتحسن كمان شوية، جيرانها صحابها لا 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 أنا ابني كان كده وبعد شوية بقى كويس. وبالتالي في حاجات لازم احنا ننتقل بسرعة للطبيب، ان الطفل ده ما يبقاش شايف كويس، ما بيقرب من الحاجة زيادة عن اللزوم، في افرازات كتيرة بتحصل في العين، في دعك في العين، حتى التحصيل الدراسي بتاعه ممكن يكون بيدينا فكرة عن قدرة الطفل ده على الرؤية، لانها بتأثر برضو على تحصيله الدراسي. طيب انا يمكن النهاردة حابة اركز مع حضرتك في الحول، لانه هو في الحقيقة غير المشكلة الصحية وبيعمل مشكلة نفسية عند الأطفال بسبب التنمر، وإن الناس بتفضل تضايقه، وبالذات إن العيال صغيرة ما تعرفش، فهي بالنسبة لها يمكن ده هزار أو ده لعب. فعشان كده يا دكتور أنا عايزة أعرف إيه أسباب حصول أو حدوث الحول عند الأطفال، وهل ممكن تفاديها؟ هو طبعا أسباب حدوث الحول عند الأطفال دي أسباب كتيرة جدا. ممكن الحول أصلا يكون ابتدائي من غير أي سبب، هو المشكلة دي موجودة عند الطفل ده وهتظهر سواء عند الولادة أو هتظهر مع الوقت بدون وجود مسببات. ممكن يبقى الحول ده نتيجة مشكلة موجودة في العين، وساعتها بنسمي أن الحول أكتر منه مرض بيبقى عرض، بمعنى أن ممكن يبقى الطفل ده عنده مشكلة في الرؤية، ممكن يبقى عنده مشكلة في باقي أعضاء العين، يعني مشكلة في القرنية، في العدسة، في الشبكية، بتحول بين أن العين دي تقوم بوظيفتها المناسبة. ممكن يبقى الطفل ده عنده أمراض أخرى في الجسم تسببت في أن يحصل مشكلة في العين، زي ما في أطفال بيبقى عندهم أمراض في الأعصاب، بيبقى في أمراض بتصيب عضلات الجسم ومنها عضلات العين فبتسبب الحول ده. ممكن تبقى إصابية، يعني ممكن يبقى الطفل ده أصيب اتخبط في عينه، أو حصل خبطة في المخ أثرت على أعصاب العين أو أثرت على عضلات العين. بالتالي إن الحول عندنا ليه أسباب كتيرة جداً، في الآخر بتبقى نتيجتها إن إحنا بنشوف الشكل ده قدامنا. العامل الوراثي ممكن يتدخل يا دكتور؟ العامل الوراثي طبعا ليه تأثير في حالات الحول، لكنه مش العامل الأوحد. يعني ما نقدرش نقول إن الحول في حد ذاته مرض وراثي. لا، الحول ده ممكن يبقى فيه عوامل وراثية أدت لإصابة الطفل بالحول ده، مع بتتضافر مع عوامل أخرى تؤدي إلى ظهوره. لكن ما نقدرش نسمي الحول نفسه إن الحول ده مرض وراثي، الأم عندها حول بالنتيجة هيبقى الابن عنده حق. طيب يمكن خلينا بقى نتكلم عن النص الحلو بقى في الموضوع، ان الحمد لله ربنا ما خلقش ده الا وخلق ليه دواء. دلوقتي طرق علاج الحول يا دكتور، يعني احنا دلوقتي من شوية على الشاشة كان معانا صورة مثلا لطفل لابس نظارة، هل في طرق مختلفة لعلاج الحول عند الأطفال؟ هو طبعا الحول من أمراض العيون اللي يسهل تفاديها ويسهل أصلا علاجها لو تم التعامل معها بالطريقة المظبوطة. يعني أنه مثلا إحنا لما زي ما شفنا كده أنه طفل لابس نظار، لو طفل عنده مشكلة في الرؤية وتم علاجها بالطريقة الصحيحة، مجرد لبس النظارة ده ممكن يا إما يجنبنا جراحة، يا إما لبس النظارة يبقى هو أصلا الحل الوحيد لمشاكل الحول. زي الحول الأنسي التكيفي ده ملوش أي علاج غير النظارة، بالرغم ان في اهالي بتصمم تقول لا انا عايزه اعمل له عمليه واخلص. لكن في الحالات اللي زي دي ما بتبقاش المشكله مشكله عضلات علشان خاطر اصلحها بطريقه جراحيه، بتبقى اكتر مشكله رؤيه ومشكله تكيف من العين لحالات زي حالات طول النظر. وبالتالي بتبقى نتيجتها ان لازم اعالج طول النظر ده علشان اقدر ان انا اعالج الحول. برضو حالات قصر النظر الشديد بيتسبب في نوع من كسل العين والانحراف الخارجي، وبالتالي لازم في الأول إن أنا أعالج بالنظارة قبل ما أتعامل مع الحول جراحيا. يعني في كذا حل، يمكن آخر مرحلة هي الحل الجراحي. عامة علاج الحول بيمر بمراحل كتيرة جدا قبل ما نوصل للجراحة.
اولها التشخيص السليم طبعا. لازم طبعا ان احنا نشخص الحاله، مش مجرد ان طفل عنده حول، حتى لو الاثنين بنفس الشكل، لو الاثنين بنفس الدرجه اقول ان الاثنين ليهم نفس العلاج. التشخيص السليم لسبب الحول ولدرجه الحول بيقول انا هعمل ايه بعد كده، ان انا اعالج الاسباب. ما ادخلش على الحول مثلا والطفل ده عنده مشكله في الشبكيه او عنده ميه بيضة فبتاثر على رؤيه العين وبالتالي هي اللي سببت الحول، حتى لو صلحته هيرجع الحول تاني وبالتالي ما هبقاش ان انا عالجت المشكله الاساسيه. فاحنا لازم نمشي الاول ان احنا نعالج السبب، نعالج النتيجه لو في مشكله مثلا في الرؤيه، نعالج لو حصل كسل في العين نتيجه الحول دوت، وبعد كده نبتدي نفكر إذا كنا محتاجين الحل الجراحي ولا مش محتاجين. طيب يمكن يا دكتور يعني الأمهات عادة بيبقوا خايفين قوي على أولادهم، والأطفال يعني نموهم لسه مش كامل ولسه جسمهم حساس وغيره، فبتلاقي يمكن أولياء الأمور بيتهربوا قدر المستطاع من العملية الجراحية، فيجي يقول لك أنا هصلح له الحول بالليزر. هل ده صحيح سليم ممكن وارد؟ هو كلمة تصليح الحول بالليزر دي يعني كلمة غير واردة على الإطلاق. تمام. مفيش حاجة اسمها إصلاح حول بالليزر. الحول يا إما علاجه زي ما قلنا بإصلاح السبب أو علاجه جراحي. مفيش جراحة ليزرية أو زي ما بنقول بالليزر يمكن عن طريقها إصلاح الحول. مفيش تعامل مع عضلات العين بالليزر، ولا في حاجة اسمها إصلاح حول بالليزك، نفس الحكاية برضو. الليزك ده علاج لإصلاح الانكسارات البصرية، يعني طول النظر قصر النظر، وبعد سن 18 سنة لا يمكن إجراءه قبل سن 18 سنة بأي حال من الأحوال غير حالة واحدة بس، ودي استثناء وملهاش علاقة بالحول. هفاجئك أكتر إنه حتى لو إحنا عندنا انكسار بصري أو إحنا عندنا مشكلة في العين، يعني مثلا أنا عندي عين ضعيفة قوي ومحتاجة علاج بالليزك، في الأطفال الطفل ده ممكن يلبس نظارة وتحلله المشكلة ولا نلجأ للليزك، لأنه ببساطة الطفل ده عينه هتتغير السنة الجاية، نظره هيتغير، فالليزر مش هو هيبقى أحسن علاج لعلاج الانكسار البصري اللي هو طول النظر أو قصر النظر بتاعه. فلا مفيش حاجه اسمها خالص علاج الحول يعني بالليزر. علاج الحول بالليزر هو فقط وسائل دعائيه بس لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع، وان اتنفذت بتبقى ليها ممكن نتائج عكسيه كمان. ما اقدرش اقول ان هي وسائل دعائيه، انا اقدر اقول ان هي وسائل اجراميه. واضح. وحتى بالنسبه فيما يخص قصر النظر او طول النظر بالنسبه للاطفال لاقل من سن 18 سنه هي غير مسموح بيها، يعني على الأقل خلينا نقول من ناحية الضمير ومن ناحية المهنية. هي حتى علميا الطفل ده عينه لسه بتتكون وعينه لسه بتكبر، بمعنى الطفل النهاردة لو مثلا عنده نقول قصر نظر ناقص 2، السنة الجاية ممكن يبقى ناقص 3، اللي بعديها عينه لسه بتكبر هتبقى ناقص 4. لو أنا صلحت له ناقص 2 السنة دي، السنة الجاية هيرجع يبقى ناقص 1 وبعديها يبقى ناقص 2، لأن عينه لسه بتكبر. الفرق ما بين العينتين اللي ممكن يعمل كسل في العين، اللي احنا بنقول ان احنا ممكن نحتاج ما نقدرش الطفل يتحمل فيه النضارة الطبية، بنتكلم ان الفرق بين العينين يبقى مثلا ناقص 10، يعني عين زيرو والعين التانية ناقص 10. طيب بعد الناقص 10 ناقص 11 ناقص 12 ده لا يصلح لا للطفل ولا للبالغ ان هو يتعمل له ليزك، وبالتالي حتى في الحالة دي العلاج مش هيبقى الليزك، ممكن يبقى فيه علاجات أخرى، لكن الطفل طول ما هو سن تحت سن ال 18 سنة أفضل علاج للانكسار البصري بتاعه النضارة، ولو فيه مشكلة جراحية علاجها مش هيكون الليزك. طيب خليني برضو نتكلم شوية عن الحول عند البالغين، لأن في ناس ممكن زمان ما أخدتش بالها دلوقتي عايزة تلحق نفسها، هل ممكن علاج الحول يا دكتور في أي سن؟ يعني ما فيش حاجة اسمها خلاص فات الأوان؟ الحول بالذات من الأمراض اللي فعلا أو من الأعراض لو هو عرض لمرض اللي ممكن علاجه في أي وقت. في الأطفال بيبقى فيه أسباب علشان أعالج الحول، وفي الكبار بيبقى فيه أسباب علشان أعالج الحول. الاتنين بيجتمعوا في إن أنا عايز أصلح الشكل. يعني طبعا شكل الحول بيبقى غير مقبول لا نفسيا ولا من المحيطين، لكن في الأطفال بالذات أنا بعالج الحول عشان أحافظ على وظيفة العين، عشان
العين دي بتبقى في مرحلة إن هي بتكون علاقة بينها وبين المخ علشان يقدر يستقبل منها صور بطريقة طبيعية. وبالتالي علاج الحول في الأطفال بيتم معاه الحفاظ على وظيفة العين عشان ما يحصلش كسل الموضوع في العين. مش تجميلي فقط، هو علاجي بالأساس. بالأساس في البالغين بيبقى العلاج أكتر علاج شكلي، مش شرط ان انا يعني لو العين دي فيها ضعف في النظر مش شرط ان انا اقدر استعيد النظر، لكن اكيد الشكل هيتحسن او هيتم علاجه، الا في حالات معينه لو في اصابه حديثه، لو في الانسان دوت عمل مثلا لا قدر الله حادثه بعد فتره والاعصاب ما حصلش فيها التئام كامل وما حصلش تحسن لوظيفه العين، بيبقى العلاج كمان للرؤية لأن بيحصل ازدواجية في الرؤية. دكتورة نرمين بدوي استشاري طب وجراحة العين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا النهاردة. يعني في الآخر يمكن أهم حاجة أنا شخصيا طلعت بيها النهاردة، يا جماعة مفيش حاجة اسمها ليزر ولا ليزك لحول العين، بما أن ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ومفيش ليزر وليزك للأطفال أقل من 18 سنة. نخلي بالنا مش كل حاجة نسمعها أو نشوفها على السوشيال ميديا أو نسمع الناس بتتكلم عنها نطبقها على نفسنا، وبالذات في موضوع العين. سبحان الله العين غلاوتها على القلب أكتر من أي حاجة في الجسم، علشان كده بقول لكم تابعوا أطفالكم من الأول، حتى موضوع الحول ده ليه علاج، وبالذات هو مستاهل لأنه بيعمل مشاكل نفسية. مرة تانية بشكر حضرتك يا دكتورة على وجود حضرتك معانا النهاردة. مشاهدينا خليكم معانا على شاشة CBC شوية وراجعين. أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. فكرة فقدان الأسنان أو خلعها من الكوابيس اللي بتواجه معظمنا، خصوصا لو الشخص بيعاني من مشكلة في أسنانه حلها الوحيد هي الخلع، لكن فقدان الأسنان ما بقتش النهاية اللي نقف عندها أو اللي ممكن تأثر على تناسق ابتسامتنا، وده بفضل التقنيات الحديثة اللي قدر العلم يوفرها لنا في مجال زراعة الأسنان والفك، واللي نجاح نتائجها بقى مضمون بشكل كبير. لكن نجاحها ده أكيد بيكون في المقام الأول متوقف على خبرة ومهارة الدكتور المعالج. عشان كده النهاردة إحنا معانا اسم من الأسماء القوية في مجال تجميل وزراعة الأسنان، دكتور كريم إبراهيم استشاري تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، وحاصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بجامعة إدنبرا بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور في البداية خلينا نتكلم عن مفهوم زراعة الأسنان. زراعة يعني عملية، يعني شيء صلب، يعني ساعات بتكون مخيفة للناس، إمتى نحتاج لزراعة؟ والله الإمبلانس أو الزراعة هنستخدم عليها المصطلحات اللي هي أصلاً بتستخدم في UK في إنجلترا. It's a minor surgery، يعني من الجراحات البسيطة، minor، حاجة صغيرة ممكن تتعمل as a surgery. It's a easy procedure، يعني إجراء سهل بسيط. هو الناس لازم تفهم إن الزراعة في حد ذاتها إجراء بسيط جداً، سهل في حد ذاته، لكن وجود المخاوف او الاشاعات اللي بتقول ان الزراعه دي شيء مؤلم او شيء محتاج يكون شخص قوي او عظمه قوي، او ده هو ده اللي بيعطل ناس كتيره جدا عن انها تعوض فقدان اسنانها بالزراعه. الناس لازم تفهم ان صحيح احنا بنعوض حاجه تمثل جدر السنه اللي هو الروت، بنحط حاجه تمثل الروت او الجدر في عظم الفك، وبعد كده في جزء تاني او بورت تاني اللي هو الجزء اللي بيتركب على الروت ده اللي هو بيمثل الكراون او الجزء الخارجي، الطربوش بتاع الاسنان. لكن النقطه اللي الناس مش فاهمها كويس ان الجدر وتعاملنا مع العظم في غايه البساطه وفي غايه السهوله. يعني الناس دايما لما تسمع تقول ايه، انت هتحط لي حاجه جوه العظم بتاع الفك بتاعي، دي حاجه مخيفه جدا. لو احنا ركزنا قوي هنلاقي ان فعلا عظم الفك والتعامل معاه في غايه البساطه. يعني هنا معانا صوره يا دكتور لتقريبا مرحله اولى من الزراعه. المراحل الاولى اللي هي تركيب الجذور زائد تركيب البورت الخارجي اللي هو الجزء الخارجي على الاسنان. لكن انت تخيلي ان الشاب ده شاب في العشرينات من عمره، فتخيلي هو ولا قادر ياكل ولا قادر يعيش بشكل بشكل الفك وفقدان الاسنان بتاعته. فاحنا هنا بنعوض عمليه فك كامل عن طريق زراعه اسنان للفك العلوي والفك السفلي،
وضع الاسنان عليها، والصور بعد ما خلصنا تبان قد ايه شكلها كويس وقد ايه وضعها كويس. طيب دكتور، زراعه الاسنان يعني اللي فهمته من كلام حضرتك ان هي مش تجميليه فقط، هي برضو حل علاجي يمكن ده هو حل علاجي قبل ما يكون تجميل بالظبط. يعني الجزء الثاني بنحط فيه الجماليات بتاعنا او تصميم العلاج بتاعنا، لكن الحل الاولاني هو حل علاجي لمشكله فقدان الاسنان او ان انا عندي ضرس او سنه ناقصه. هي الفكره ان الناس ما تعرفش ان تعويض الفقدان ده بيبقى في جلسه واحده، وفي يعني 10 دقائق ل 15 دقيقه ممكن تكون حطيت الزرعه بتاعتك من غير اي الم تماما. فهي انا بس عايز اكد على النقطه دي، لان دي نقطه انا بحاول فيها مع كل مريض بيدخل لي انها توصل له، ان التعامل مع عظمك اسهل بكتير جدا من التعامل جنبه السنه. يعني السنه مليانه اعصاب فممكن تعمل الم واحنا شغالين فيها، ده لو يعني اتوجد الالم، لكن في حاله العظم هو شيء اقل احساسا من السنه او الضرس بتاعك. فلما نحط فيه الزرعه اتس فيري ايزي بروسيجر، فعلا اجراء سهل جدا وبسيط. طيب دكتور، يعني احنا للاسف ما بنهتمش غير بالجزء الامامي اللي الناس بتشوفه في اسناننا، ولكن غالبا الفراغات بتكون موجودة في الضروس وفي الأماكن الخلفية. هل التأخير في الزراعة ممكن يأثر بالسلب على عظام الفك وشكل الوش؟ التأخير في الزراعة هيأثر على 2 points أو جزئين. الجزء الأولاني هو شكل الفك نفسه، عشان كده البنات والسيدات اللي بيشتكوا إن وشنا ابتدى يكرمش أو ابتدى يدخل لجوه أو شكلنا بقى أكبر من سننا، ده اغلب الظن بيبقى عشان احنا خلعنا الضروس الخلفيه ومعوضناهاش، فعظم الفك حصل له ضمور زي ما بيقولوا، وبالتالي كل الوش حصل له ضمور على السواء يعني. بالظبط كده. الجزء الثاني ان الاسنان الاماميه هتتاثر بشكل كبير، لانها ابتدت تقوم بوظيفتين بدل وظيفه واحده، بدل ما هي كانت مجرد قواطع بتقطع بس الاكل والضروس الخلفيه هي المسؤوله عن الجرايندنج او عن طحن الاكل، لا بقت تقوم بالقطع، وللاسف الشديد المريض هيستخدمها في تكمله المضغ. فبالتالي الاسنان الاماميه بتتاثر جدا، وممكن توصل لحد ان هي تتلخلخ او تتحرك من اماكنها نتيجه ان الضروس الخلفيه ما بقتش تقوم بالدور بتاعها، فبالتالي التحميل على الاسنان الاماميه او اللود عليها بقى اكتر، فيبقى المريض خسر حاجتين، خسر شكله، شكل الوش بتاعه نتيجة فقدان الضروس الخلفية، وابتدى يأثر على الأسنان الأمامية، فبالتالي هيبدأ يفقد سنة ورا سنة ويخش بقى في مشكلة أكبر يعني وأصعب. طيب حضرتك قلت لنا دلوقتي أن التأخير في زرع الأسنان بيسبب ضمور في العظم، هل في حل للمشكلة دي؟ لنفترض في ناس ممكن تكون يعني ما عندهاش الخبرة أو ما وصلت لهاش فكرة أن هو يتوجه لمكان صح عشان يزرع، مشاكل العظم دي ليها حل؟ احنا طبعا الاول بننصح ان بمجرد ما تفقد اسنانك يا ريت تزرعها على طول، لان العظم بيبقى في احسن حالاته بمجرد الخلع. لكن خلينا نقضي على شويه الاشاعات اللي بتخلي الناس تتاخر. ايه اللي بيخلي الناس تتاخر؟ اولا يقول انا مريض سكر فبالتالي انا مش عارف ازرع. لا، دي اشاعه. احنا نقدر نزرع لمريض السكر وانس ان هو بياخد الدواء بتاعه وبيتابع مع الدكتور بتاعه. انا سني كبير فبالتالي انا مش هقدر ازرع. لا، احنا نقدر نزرع للسن الكبير وما عندناش اي مشكله. يعني الحاله دي لمريض فوق الستين او السبعين، برضه فقد معظم اسنانه، فكان الحل ان احنا نزرع الفك كله عن طريق تصميم ونوزع الزرعات بتاعتنا، واحنا ما بنحتاجش لكل سنه زرعه، احنا بنوزع حوالي 6 زرعات في الفك ونقدر نعوضه كله 12 او 14 سنه وضرس على 6 زرعات بس، فبالتالي هو كمان مش محتاج يحط عدد من الزرعات الكتير. زي ما حضرتك شايفه بعد ما بنخلص بنلاقي صوره الاسنان وتصميم الابتسامه بيبقى شكله كويس، الراجل بيختلف شكله تماما من الشكل القديم للشكل الجديد. خلال بعد ما بنزرع الزرعات ممكن خلال 3 شهور يكون ركب الاسنان بتاعته والوضع انتهى. يعني العمليه بتتم ان في الاول بنقوم بزراعه الجذور او اللي حضرتك عشان نبسط للناس سميناها الجذور، وبعد 3 شهور بيتم تركيب الاسنان. بالظبط.
طيب بعد قد ايه بقى يا دكتور نبتدي نتعامل مع الاسنان ان هي اسناننا الطبيعيه؟ وانس ان هي ركبت بعد 3 شهور تاني يوم تقدر تتعامل بيها، تاكل بيها بشكل طبيعي وتتعامل بيها كانها اسنانك العاديه تماما. يعني بعد الزراعه مفيش حاجات معينه لازم نتفاداها او روتين لازم نعتمد عليه عشان نحافظ على الزرع؟ أبداً. الزرع ده دائم مدى الحياه. اتس بيرفكت، يعني تريتمنت اوبشن تصل نسبه نجاحه ل 95%، ملوش اي اضرار طول ما الدكتور عارف بيحط الزرعه بتاعته فين وبعيد عن الفايتال ستراكشر اللي موجوده او الـ الحاجات اللي المفروض يحط الزرعه فيها بعيد عنها. طيب دكتور، يعني حضرتك حاصل على زماله جراحين، يعني يعتبر جراح، هل في يعني ازاي ممكن الشخص يختار الدكتور الصح؟ ايه الشروط اللي لازم تتوفر في الدكتور عشان نتوجه له في عمليه حساسه زي دي؟ والله يا فندم الزراعه ببساطه الناس اكتشفوا ان هي محتاجه كذا مرحله، فبالتالي محتاجه كذا متخصص. يعني لما بنيجي نشتغل الزراعه 4 أو 5 متخصصين بيشتغلوا في العمليه دي، مش دكتور واحد. فاول نصيحه للمرضى بتوعنا، حاول توجد سنتر، ما توجدش دكتور، يعني واحد بس لا يكفيك لدراسه حاله الزراعه. لازم مركز فيه مجموعه متخصصه. فيها مجموعه، طب تعالوا نشرح مين المجموعه دي. اول حاجه لازم جراح يفهم حاله العظم كويس وحاله النيرفز اللي بتمشي والفايتال ستراكشر اللي عندك. ثانيا دكتور لعلاج اللثه عشان الزرعه دي تتلائم مع اللثه بتاعتك وما تعملش فيها التهاب. دكتور للتركيبات عشان هيحط الكراوت على الجزء الخارجي بتاعك او هيعمل لك التركيبه الخارجيه. دكتور تجميل عشان يعمل لك تصميم الاسنان دي وطولها وعرضها. يبقى 4 دكاترة في 4 تخصصات مختلفة، واحيانا بيدخل معانا كمان دكتور للريموفبل بروتيزز اللي هو الدكتور اللي بيحدد العضة في حالات الفول ارشز او الاسنان اللي هيعمل فكه كله فوق وتحت، فبالتالي يقدر يحدد عضة المريض وازاي هنشتغل عليه. طيب احنا يمكن يا دكتور شفنا صورة شاب صغير وشفنا برضو صورة شخص متقدم نسبيا في السن، ده معناه ان الزراعة متاحة لكل الاعمار في كل الحالات، مفيش فيها خطر على يعني على مستوى عمري معين؟ مفيش خالص خالص. يعني انا ممكن يبقى عندي حد عنده 70 سنة او 80 سنة عظمه أحسن من شاب عنده 20 سنة، في الآخر الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد هي اللي تحكم لي المريض ده نقدر نزرع له على طول ولا محتاج نعمل له تجهيز. وبنعالج بيها يعني اي نوع من مشاكل فقدان الاسنان، لان في ناس بتفقد اسنانها مش فقط بالخلع، ممكن يكون لا قدر الله مثلا ورم، كيس دهني، حاجه حصلت خلت او تاكل حتى في الاسنان. يعني احنا بنشوف ساعات حتى يعني بيجي لنا استفسارات ناس صغيرين تقول لك 20 سنه وعندها تاكل في الاسنان. يعني بيعالج كل انواع المشاكل دي الزراعه؟ بتعالج المشاكل دي وبتحافظ، انا هكرر الكلمه دي كذا مره، بتحافظ على شكل الوش. شاب عنده 20 سنه او بنت عندها 20 سنه محتاجه وشها دايما يبقى شبابي، فبالتالي التركيب مش هيعوض لها عظمها او مش هيعوض لها شكل الفك بتاعها، فتلجا للزراعه اللي هو الحل الاسهل والحل الاقرب للحفاظ على شكل وشها. عايز انوه بس النقطة، بما ان حضرتك ذكرتي الاعمار، احنا جايبين صورة معانا لحالة حط لها زرعتين بس في الفك ونقدر نحمل عليها اللي هو الريموفبل دانشر، طقم اللي كانت الناس بتلبسه قبل كده فبيسبب لها مشاكل، يركب ويتشال، بقينا نقدر نحط لها زرعتين بس ونحمل عليها الطقم ده، فبالتالي المريض حتى لو التكلفة المادية عالية عليه بالنسبة للزراعة أو إن هو حاسس إن هو مش قادر يزرع عدد من الزرعات أكتر، نقدر نحط له زرعتين بس ويقدر يعني يتقدم الخطوة إن هو يلبس الدنشر وهو ثابت بماجنت حاجة بتثبته جوه الفك، فبالتالي ده حل برضو وفر للناس كتير حل اخر عن اكيد اكيد طبعا. طيب دكتور، يعني حضرتك اتكلمت عن التركيبات برضو لان هم يعني مرتبطين ببعض، بعد الزراعه بتتم عمليه تركيب الاسنان. طبعا التركيبات ده عالم كبير يمكن محتاج وقت طويل عشان نتكلم فيه، ولكن هل اختيار حضرتك للتركيبات او للطربوش اللي بتركبه للمريض بيكون ليه معايير معينه او مقاييس معينه؟ الكراون او الطربوش او التركيبه الكبيره اللي بنركبها فوق الزرعات معتمده على الخطه او البلان الكامله، هل الزرعات اتحطت في الاماكن المظبوطه؟ فبالتالي انا هقدر اعمل التصميم المظبوط عليها واعمل لك اسنان شكلها كويس. لو الزرعات اتحطت في اماكن
اه صحيح الزرعه ماسكه في بقك كويس، بس المكان مش مظبوط، ده معناه ان انا مش هعرف اركب الكراون بتاعي كويس. اه انت حطيت زرعه بس في الاخر مش هقدر استفيد بيها. يبقى واحده من اهم النقط انك الدكتور لازم يحط الزرعه في مكان مظبوط، فبالتالي يقدر يركب فالشكل يبقى كويس بعد ما يخلص. طيب يعني اسمح لي اسالك، لان انا عارفه ان حضرتك بيجي لك ناس كتير من بره مصر، فتره الثلاث شهور الفرق ما بين الزراعه والتركيب، ليه ثلاث شهور يا دكتور؟ ليه بنحتاج الفتره دي كلها؟ بالذات ان احيانا بيكون في ناس مستعجله او جايه لك من الخارج، فلو ينفع نوضح لهم ليه ثلاث شهور؟ خليني اقول ان كلمه ثلاث شهور مش بتطبق على كل البيشنتس. في احيانا بأثر المده لشهر ونص، وفي احيانا بركب immediate crown، يعني بركب على طول في نفس وقت الزرعه. بس ينطبق على ايه؟ على حاله العظم، لازم العظم يبقى جيد جدا عشان أثر المده. احنا بنستنى الثلاث شهور في الوضع الطبيعي او المريض اللي مش مستعجل عشان الجدر اللي احنا حطيناه او الحاجه اللي تمثل الجدر التأمت كويس جدا بالعظم والتصقت بيها تماما، فما يحصلش فيها مشاكل بعد كده. لكن احيانا مذيعه زي حضرتك بتبقى لو اتعرضت لحاجه، حادث، حاجه محتاجه سنتها تاني يوم عشان محتاجاها في الكارير بتاعها في الشغل أكيد. بتاعها ففي الحاله دي بناخد الريسك ان احنا بنعمل لها immediate crown، يعني الزرعه ونركب الاسنان في نفس الوقت، بس تبقى نسب النجاح ممكن تبقى اقل شويه، بالذات لو العظم مش في احسن حالته. يعني اقل شويه بس اكيد نسب نجاح عاليه، والا ما كنتوش موجوده طبعا الخطوه ان انتوا تعملوا زرع فوري. لا موجود وبنعمله، يعني في احيانا كتير بنعمل زرع فوري بس تكون حاله العظم تسمح لنا ان احنا نعمله. دكتور كريم ابراهيم استشاري تجميل الاسنان والتركيبات الثابته، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. مشاهدينا يعني في الاخر يمكن زراعه الاسنان الاسم يخوف، بس الموضوع بسيط، 10 دقائق ترجع سنانك سليمه، تحافظ على اللي باقي من سنانك وتحافظ على شكلك وعلى صحتك وعلى عظم الوش وعلى ضحكتك الحلوه. المهم اللي باكد عليه في كل حلقه مع كل موضوع بنفتحه، ان احنا لازم نروح للشخص الصح والمكان الصح، لان التشخيص السليم والتنفيذ السليم هو اللي بيضمن لك النتيجة، بالذات لو حاجات بتحتاج إمكانيات عالية أو بتحتاج تعب وفيها استحمال وجع، فما تستخسروش في نفسكم، لأن أهم حاجة أن أنت في الآخر تنزل من المركز تروح تضحك تروح مبسوط. خليكم معانا في صحتك بالدنيا شوية وراجعين. حاجة في الحياة زي ما ليها فوائد ليها أضرار، وأولهم التطور السريع اللي بقينا عايشينه دلوقتي، واللي خلانا في جزء كبير من حياتنا على طول بنجري، وقتنا ضيق، عايشين تحت توتر وضغط نفسي، وده للأسف بيكون ناتج عنه مجموعة من المشاكل الصحية، وأهمها وأكثرها انتشاراً دلوقتي هو تأخر الإنجاب. للأسف التهمة دي كانت بتشيلها أولاً وأخيراً المرأة، رغم أن الموضوع أصلاً هو مش تهمة، ولكن دلوقتي مع التطور الطبي والتطور التكنولوجي الراجل برضو بقى عنده القابلية والأريحية أن هو يتعامل مع موضوع تأخر الإنجاب، وكله بيضحي وبيستحمل وبيتعالج في سبيل ان هو يحصل على طفل وان هو يكون اسره سليمه. عشان نتكلم في الموضوع ده، موضوع تاخر الانجاب، يسعدني النهارده ان يكون معايا ضيفي استاذ دكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، ودكتوره امراض الذكوره وجراحات المسالك البوليه، وايضا زميل يونيفرسيتي كوليدج بلندن. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. نورتنا دكتور. الله يخليك، شكرا. طيب في البداية خلينا نسأل السؤال المهم، امتى نقول ان في تأخر في الإنجاب؟ دلوقتي الناس كلها من اول شهر عايزة تخلف، وكأن الموضوع بالزبط. احنا بنتجوز داخلين على مهمة حربية رسمية. بعد فترة قد ايه نقول ان في تأخر؟ بداية انا يعني بهنيكم على البرنامج الجديد، وان شاء الله يكون له مردود كويس، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وباخد من الانترو اللي حضرتك قلتيها قد ايه موضوع تاخر الانجاب مهم وقد ايه منتشر. بالنسبه للتعريف، تاخر الانجاب معناه ان الزوج والزوجه قاعدين مع بعض بشكل منتظم وفي علاقه زوجيه منتظمه، unprotected يعني ما بيستخدموش وسيله من وسائل منع الحمل، ومع ذلك ما حصلش حمل في خلال السنه الاولى، يعني عدى عليهم مده سنه ولم يحدث انجاب.
تأخر الإنجاب ليه نوعين كبار، في حاجة اسمها تأخر إنجاب أولي وحاجة اسمها تأخر إنجاب ثانوي. تأخر الإنجاب الأولي معناه إن ما حصلش إنجاب قبل كده خالص. تأخر الإنجاب الثانوي معناه إن حصل إنجاب قبل كده بس في مشكلة في الطفل الثاني أو الثالث. بالظبط، دي نقطة مهمة جدا أنا كنت حابة أتكلم مع حضرتك فيها. أحيانا الرجالة اللي مثلا كانوا متجوزين أو كانوا مخلفين يقولك أنا سليم أنا عندي أطفال فأكيد العيب أو المشكلة مش مني. هل ممكن إن فعلا تحصل تغيرات بعد فترة زمنية معينة حتى عند الراجل إن هي تسبب تأخر في الإنجاب من ناحيته؟ بالظبط، هو اللي حضرتك بتقوليه ده هو تأخر الإنجاب الثانوي. أنا كنت كويس وأنجبت طفل سواء من نفس الزوجة أو من زوجة تانية وبعدين جد علي مشكلة تانية أشهرها الدوالي. الدوالي بتسبب تأخر إنجاب ثانوي في 80% من الحالات، 80% مشهورة جدا في تأخر الإنجاب الثانوي. فممكن جدا أن كنت كويس وكان عندي أطفال قبل كده وبعدين جدت علي مشكلة. طيب النهاردة لو هنتكلم بشكل عام عن مشكلة تأخر الإنجاب حوالينا أو في المجتمع بتاعنا، إيه مدى انتشارها وإيه مدى اعتراف بالذات الراجل أو تقبله إن هو يروح لدكتور ويكشف ويتقبل الموضوع، لأن بيبقى فيها أحياناً شوية بالزبط. إحراج أو شوية حساسية للراجل. أنا فاهم قصد حضرتك من السؤال. هو فعلاً مجتمعاتنا الشرقية ليها سمت خاص شوية، يعني موضوع مش زي برة. لما كنت في إنجلترا كان إن الزوج أو الزوجة عندهم مشكلة كان الموضوع متساوي يعني، إنما عندنا في مصر إن الزوج يعترف إن هو عنده مشكلة وإنه محتاج علاج موضوع صعب شوية. مدى شيوع المشكلة، الدراسات بتقول إن 10% من أي كابل اتجوزوا وقعدوا مع بعض مدة سنة بيحصل لهم نوع من أنواع تأخر الإنجاب. 10% يعني كل 10 اتجوزوا في واحد من الكابل دول هيحصل لهم مشكلة تأخر إنجاب. كانوا زمان بيقولوا إن مشاركة الرجل في المشكلة 30%، كانت 30-30-30، 30% السبب لدى الرجل، 30% السبب لدى الست أو الزوجة، 30% الاثنين مع بعض، و10% غير معلوم السبب. الكلام الحديث إن مشاركة الرجل في تأخر الإنجاب عليت من 30% ل50%. فبعد ما كان زمان الزوجة هي المتهم الأول والأخير في مجتمعاتنا، بس نرجع نأكد إن هي فعليا مش تهمة، هو يعني بالظبط مشكلة صحية. دي نقطة تانية برضو أنا دايما بقول للناس لما بيجولي العيادة إن إحنا مش في مقام إن إحنا نوزع تهم، لا، هي مشكلتنا إحنا الاتنين، لازم إحنا الاتنين نبقى متعاونين وندور على السبب ونعالجه. لو المشكلة في الزوج نعالج الزوج، لو المشكلة في الزوجة نعالج الزوجة، لو المشكلة في الاتنين يتعالجوا. وأحيانا كتير في حوالي من 5-10% من الحالات بيبقى مفيش سبب واضح في الاتنين، هي حاجة اسمها تأخر إنجاب غير معلوم السبب، وبنعمل لهم وسائل مساعدة وربنا بيكرمهم في الآخر. فالشاهد أنا مش في مقام إن أنا ألقي اتهامات، إحنا الاتنين في مركب واحدة زي ما بيقولوا، لازم نشوف السبب ونعالجه سواء في الزوج أو في الزوج. طيب حضرتك كنت قايل لنا إن نسبة مسؤولية خلينا نقول الراجل في تأخر الإنجاب دلوقتي وصلت ل50%، احتمال تكون لأن بقى في قابلية أكتر إن هم يشاركوا في الموضوع ده، ولكن أكيد إن في أسباب صحية هي اللي وراء تأخر الإنجاب بالزبط. عند الرجل، إيه ممكن أكتر حاجات بنواجهها أو بيواجهها الراجل في حياتنا اليومية ممكن تأثر على الصحة الإنجابية؟ كويس خالص، يمكن دي نقطة فنية شوية. في أسباب كتيرة قوي ممكن تؤدي إلى تأخر الإنجاب لدى الرجال، ولكن يعني تبسيطا على السادة المشاهدين ممكن نقسمها إن هي في أسباب في الخصية أو في أسباب ما فوق الخصية وفي أسباب ما بعد الخصية. ما فوق الخصية بيبقى عبارة عن خلل في الهرمونات اللي بتفرز من الغدة النخامية، في أي مشكلة التهابات لا قدر الله، أورام، أي مشكلة في الدماغ أدت إلى أن الهرمونات اللي بتفرز من الغدة النخامية وتروح للخصية تخليها تشتغل حصل فيها خلل أو حصل فيها دروب. في أسباب كتيرة بلاش نخوض في تفاصيلها، لكن يعني بريتستيكولر أو سبب ما فوق الخصية. في مجموعة أسباب تانية كتيرة جدا، حاجات في الخصية نفسها زي مثلا دوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين بتمثل 40% من حالات تأخر الإنجاب الأولي، 80% من تأخر الإنجاب الثانوي زي ما قلت لحضرتك. ممكن يبقى فيه خلل جيني بيؤدي إلى أن الخصية فيها ضمور أو حجمها صغير، زي حاجة مشهورة قوي اسمها كلاين فلتر سندروم أو متلازمة كلاين فلتر، أو التهابات أو أورام أو أي مشكلة في نسيج الخصية ذات نفسه. في شريحة تالتة من الأسباب حاجة اسمها بوست تستيكولر، يعني ما بعد الخصية، ودي أشهرها الانسداد، إن في انسداد في الباثوي أو في مسار الحيوان المنوي في القنوات المنوية، وبالتالي الحيوان المنوي ما بيعرفش يخرج لبرة،
ففي أسباب كتيرة، ولكن ممكن نقسمها حاجات ما قبل الخصية، حاجات في الخصية نفسها، حاجات ما بعد الخصية. والتشخيص يا دكتور بيتم إزاي عشان توزعه بالطريقة دي؟ هل الموضوع متعب؟ هل الموضوع محتاج جراحات؟ يعني خلينا نقول وإحنا في الموضوع الدنيا بتمشي إزاي؟ حلو جدا. أنا بس عشان أبسط برضو الموضوع للناس اللي مش متخصصة شوية، التشخيص ما هوش صعب ولكن بيعوز تخصص، هي دي القصة. هو سهل على المتخصص. أنا بقول لحضرتك كده ليه؟ لأن في مشاهدات إحنا بنشوفها كل يوم في الديلي براكتس بتاعنا، إن الناس بتروح لناس غير متخصص. يعني زي مثلا الشيء الغريب اللي أنا بقوله في معظم حلقاتي، يعني إن حد يروح لدكتور نسا، هي مراته كشفت وعمل تحليل سائل مني وطلع وحش، والدكتور النسا قاعد يعالجه لسنين، لسنوات طويلة. أنا جالي حد قاعد 10 سنين أو 15 سنة بتعالج مع دكتور نسا، ودكتور عمره ما كشف عليه وعمره ما تعب نفسه ان هو يلاقي السبب ويعالجه. طبعا دكتور النساء يكشف على الست ودكتور الذكور يكشف على الرجل. بنشخص ازاي؟ بنشخص عن طريق الكلينيكال اسيسمنت او الكشف الطبي والفحوصات، الاشعات والتحاليل. بنكشف على المريض، بناخد منه تاريخ مرضي مفصل، نعرف المشكله بقالها قد ايه، هل هو جات له اي مشكله قبل كده، التهابات، عمل عمليات، حاجات زي كده، نحاول ندور على السبب. بعد كده نبدا نكشف عليه. ممكن نكتشف سبب واضح زي مثلا ضمور في الخصيتين، انسداد في الحبل المنوي، او دوالي خصيه جامده على الخصيتين ممكن ان احنا نعملها والمريض يتحسن. بعد ما بنعمل الكلينيكال اسيسمنت ده، بنبدا بعد كده نلجا للفحوصات والتحاليل. اشاره تحليل السائل المنوي، نشوف فيه مشكلة ولا لا، هل في انخفاض في العدد والحركة والكلام ده، أو في انعدام تام في الحيوانات المنوية. تحليل الهرمونات بيدينا فكرة عن وظيفة الخصية. الأشعة، أشعة السونار أو الدوبلر على الخصيتين، بتبين لنا برضو هل في دوالي ولا لا، حجم الخصية عامل إزاي. الشاهد إن الفحوصات مع الكشف الطبي بتوصلنا في النهاية لتشخيص دقيق، ويعني بنحاول نوصل لسبب، لأن العلاج في المقام الأول هو علاج السبب، إذا يعني عرفنا نوصل لسبب أو كان كوركتابل، يعني علاج، يعني أكيد. سبب يرجى علاجه يعني. أكيد. طيب بما أن حضرتك اتكلمت على دكاترة النساء، يعني يمكن علاج العقم عند الستات أساليبه معروفة أو منتشرة، اللي هو منشطات لتعديل الهرمونات، طفل الأنبوب، تلقيح صناعي. فلسفة العلاج بقى عند الراجل هي نفس الأساليب ولا بتبقى طريقة مختلفة يعني؟ هو طبعا علاج، انا دايما بحترم التخصص زي ما قلت لحضرتك. انا معترض تماما ان الرجل لما يبقى عنده تاخر انجاب انه يروح لدكتور نساء او دكتور جلديه او دكتور جراحه عامه، اي حد غير مختص. دي حاجه انا بسجل اعتراضي عليها دايما في كل الحلقات وفي السوشيال ميديا. فطبعا الست بتتعالج ازاي، دي حاجه تبع دكتور النساء. بالنسبه لفلسفه العلاج عندنا في امراض الذكوره، ان انا بتوجه في المقام الاول لعلاج السبب، زي ما بندرس الطلبة كده في كلية الطب. العلاج treatment is treatment of the cause، ان انا احاول ادور على سبب وعالجه. زي مثلا الخلل الهرموني، لو لقيت خلل هرموني ممكن اعالجه والمريض يستجيب بشكل ممتاز. لو لقيت دوالي خصية تمام محسوسة اكلينيكيا، ممكن نعالج دوالي الخصية وفرصة نجاحها تتعدى 95%. ما شاء الله. لو في التهابات بنعالج التهابات. فانا بحاول ادور على السبب، ده step one. طيب الخطوة الثانية، لو ما لقيتش سبب أو في سبب لا يرجى علاجه، زي مثلا ضمور شديد في الخصية، الخصية حجمها صغير، في ضعف في المصنع اللي بيصنع الحيوانات المنوية، والعيان ما عندوش حيوانات منوية خالص، حاجة اسمها انعدام حيوانات منوية أو أزوسبيرميا. بنعالجها إزاي في الحالة دي؟ بنفتح الخصية وندور جواها على حيوانات منوية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، حاجة اسمها المسح الميكروسكوبي. الناس دلوقتي بقى عندهم ثقافة في الموضوع ده. معظم الناس اللي عندها تأخر إنجاب عارفة يعني إيه مسح ميكروسكوبي. فبنشوف لو في سبب يرجع علاجه بنعالجه، ومن يعني correctable cause، ومن أشهر الحاجات دي دوالي الخصية. ولو ما فيش سبب وفي ضعف جديد بنلجأ للمسح الميكروسكوبي والحقن المجهري. طيب اسمح لي يعني يا دكتور، لان الناس الموضوع ده بالنسبه لهم يعني بيوجع، فبيبقوا خايفين من كل حاجه ومتوترين، والامل بيبقى ضعيف، اللي هو طب ممكن لا، صعب، حاولت، تعبت، زهقت، جربت. فترات العلاج يعني بتكون طويله ولا الطاقه النفسيه في وضع زي ده ممكن تستحملها؟ هي دي النصيحه اللي انا دايما بقولها لمرضى تاخر الانجاب. انت ما تضيعش على نفسك وقت وفلوس ومجهود ونفسيه، النفسيه دي مهمه جدا جدا، في ان انا اروح لحد غير مختص او ان انا اقعد في البيت وما اعملش حاجه خالص.
لازم ان انا اتوجه للمختص واتعالج بشكل سريع. يمكن الوقت مش مهم قوي مع الرجل، يعني ممكن يخلفه عنده 20 سنة 40 سنة 60 سنة، انما الوقت مهم جدا بالنسبة للزوجة. لو تخطت ال 35 او ال 40 سنة بتبدأ فرصتها في العلاج تقل، وفرص نجاح الوسائل المساعدة عندها تقل. فانا ما ضيعش الفرصة على نفسي وعلى زوجتي. فنصيحتي دايما للناس نروح المختص. افتكر في مريض جالي قريب قعد 25 سنة يتعالج من المشكلة دي وكان بيبكي فعلا، يعني هو لما دخل قعد قدامي في العيادة يدوبك بدأت أخد منه تاريخ مرضي لقيت دموعه بتنزل. الغلطة اللي عملها ان هو لف كتير وضيع وقت كتير جدا مع ناس غير مختصة، واحنا لسه هنبدأ بقى نعمل له مسح ميكروسكوبي ونطلع حيوانات منوية وحقن مجهري والكلام ده، في حين ان مراته بدأت تخش في السن الحرج وبدأ يبقى سنها حوالي 40 سنة. فأنا نصحت دايما ما تضيعش وقت، تمشي بشكل علمي وبشكل مظبوط وتاخد بالأسباب. لو نجحت فرصة العلاج ديت ممتاز جدا، لو ما نجحتش أنا نفسيا هبقى مرتاح جدا أن أنا خدت بالأسباب وعملت اللي عليا وما ضيعتش فرصتي. بما أن حضرتك يعني دخلنا في أن حضرتك بتدي نصايح للناس أن هي تتوجه للدكاترة، هو في الآخر يعني دكتور خالد حضرتك طبيب، يعني بتطيب الجرح في الأول وبتطيب النفس و يعني بتريح الناس. لو عايزين نساعد الناس قبل ما نختم وجود حضرتك معانا بمجموعة من النصايح اللي تساعدهم ان هم ما يحتاجوش يوصلوا لمرحلة الحرمان او لمرحلة التعب اللي يخليهم يروحوا لدكاترة، ايه اهم الحاجات اللي ممكن الراجل يتبعها عشان يحافظ على صحته الانجابية؟ كويس جدا. انا نصيحتي لكل السادة المشاهدين ان فرصة علاج تأخر الانجاب لدى الرجال بقت عالية جدا جدا. كان زمان الموضوع صعب، كان لما بيبقى فيه تأخر إنجاب الناس خلاص أنا لا بكشف ولا بروح ولا باجي، كان فيه شوية دينايل كده أو يعني إنكار إن الرجل ممكن يبقى عنده مشكلة. الكلام ده اتغير 180 درجة، دلوقتي الرجل ممكن يتعالج بسهولة، عندنا وسائل علاج حديثة ومتطورة جدا. لو الحمل الطبيعي كان فيه صعوبة في وسائل مساعدة، فأنا نصيحتي إن أنا دايما أروح للمختص، ما ضيعش الوقت بتاعي. النصايح العامه بقى للرجل ان هو دايما يبقى رياضي، يبعد عن التدخين، يبعد عن الكحوليات، لو لا قدر الله جاله التهابات في مجرى البول او على الخصيتين يعالجها بشكل سريع. فحوصات ما قبل الزواج مهمه جدا عشان اعرف انا عندي مشكله ولا لا واعالجها بدون تاخير. فدي يعني نصايح عامه ممكن تكون فيها منفعه للناس ان شاء الله. احنا ان شاء الله في حلقات جايه اكيد هنبتدي ندخل في تفاصيل مشاكل تاخر الانجاب عند الراجل، هنبتدي نفككها يمكن جزء جزء، لان كل ده مهم. احنا في الاخر يعني سبب الزواج غير السكنة والونس هو فعليا ان احنا كلنا نفسنا يبقى عندنا اسر متكامله واسر وضعها سليم وشكلها سليم، وربنا يرزق الجميع يا رب بالذريه الصالحه. انا بشكرك دكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره ودكتوراه امراض الذكوره وجراحات المسالك البوليه وزميل بيونيفرسيتي كوليدج بلندن، نورتنا النهارده في صحتك بالدنيا، وشكرا جزيلا على مجموعه النصايح المهمة والتعريف البسيط اللي نقدر نساعد بيه الناس اللي بتتابعنا. مشاهدينا زي ما سمعتوا الموضوع مش صعب، الموضوع مش حساس قوي، في الآخر الهدف واحد ان احنا نكون أسرة سليمة، ان احنا نكون مبسوطين، وفي تطور علمي وتطور تكنولوجي وفي إحاطة نفسية وفي تأهيل للزوجين ممكن يوصلوهم ان هم يحققوا الحلم ده.